السلام عليكم، اهلا بكم، مرحبا بكم مره اخرى على قناه عالم ساره او لو موند دو ساره. ان شاء الله تكونوا كام بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب، ونهاركم يكون معطر بذكر الله وبالصلاه والسلام على رسول الله. بالنسبه لنهار اليوم فضلت نشارك مع اخواتي وصفه تحليه باللوتوس، هذاك الكاطو تاع سبيكيلوس والنوتيلا او الشوكولا تاع الطلي. وإلا عجبتكم الوصفة ما عليكم إلا الضغط على زر الإعجاب والمشاركة في القناة. يلا تشوفوا معي المقادير وطريقة تحضير، نتمنى لكم فرجة ممتعة. نبدأ على بركة الله بالمقادير. نحتاج إلى 100 غرام من الزبدة تكون دايبة، نحتاج إلى علبة من جبن الماسكاربون، لافاني ليكيد، نحتاج إلى الكريمة السائلة، علبة نتاع ماشي علبة، كمية من الشوكولاتة تاع الطلي، ولافاني بودرة ولافاني بودرة، هذا ما نحتاجه، وعلبة نتاع الكاتو تاع سبيكيلوس. نبداو في الاول نطحنوا هذاك العلبة تاع الكاتو، خصنا نرحيوها جيدا، ولا تحبوا تفتتوها غير بيديكم هكا في حصة كونجيلاسيون وتطحنوها زعما تعصروا عليها باش يتفتت. انا فضلت نرحيه باش يجي مفتت غاية. مهم نبداو نفتتوا الكاتو. عاود ندوبوا هذيك الكميه تاع الزبده، ندوبوها، حميتها دوبتها، ونزيدوها على هذاك الكاطو ونخلطوا كامل مع بعض. هذيك الزبده ندخلوها مليح في الكاطو هنا باش كي نديروا التحليه هذاك ما يجيش يابس، هذاك الكاطو ما يجيش يابس لداخل. وهنا جبت الكؤوس اللي حبيت نعمل فيهم، ندير كام في القاع نتاع الكاس، نديرو كميه من الكاطو ونعاود نعصرو عليه بالملعقه باش كامل يجي زعما مستوى، يجي المستوى ديالو قد وهنا جبت هذيك الكريمه السائله، يخص الكريمه السائله يكون فيها 30% من نسبه الدهون باش تقبط لكم الكريمه زعما كي تطلعوها بالباتور زعما تتقال. نطلعوها بالباتور او بالدراب الكهربائي ونضيفوا عليها هذيك العلبه نتاع سكر فانيليا. هنا اللي يحب الحلاوه ما يديرش غير السكر الفانيليا، يزيد زوج ملعقة تاع السكر، انا يعني ما حبيتش نديرو حلو بزاف، بصح اللي يبغي الحلاوه يزيد له السكر، يزيد له زوج ملعقة تاع السكر. ونطلعوا هذيك الكريمه مع هذيك لافاني، نطلعوها حتى تتقال، حتى يتحل القوام ديالها ثقيل نوعا ما. شوفوا البنات القوام ديالها كشطحه ثقيل. وهنا نخلطوا معها هذيك العلبه تاع جبنه الماسكاربون، نخلطوا حتى ندخلوا هذيك الجبن مع هذيك الكريمه السائله اللي طلعناها بالباتور. Thank you.
وهنا نزيد نعمل فوق هذاك الكاطو اللي عمرناه في الاول في الكؤوس، نضيف عليه كميه من هذيك الكريمه. هاد الكريمه يجي فيها الذوق تاع لافاني، نعمره كامل من الفوق ونعاودو زعما نطبعوا هذاك السطح بالملعقه ونمسحوا الحواف باش يجي الكاس نقي، ونعاودو نزينو بالشوكولا من الفوق عشوائي. ونعاودو نطبعو كيما قلت لكم الحواف، نطبعوهم، نطبعو السطح عفوا السطح نتاع الكأس بالملعقة باش يجي مستوى واحد، ونمسحو الحواف بحال داك الورق نتاع الكوزينة او الورق الماس. وهنا جبت هذيك الشوكولا تاع الطلي وحميتها شوية في الميكروووند، حميتها شويه باش تذوب، ونعملو خطوط عشوائيا. وانت لك انتينا الا كان عندك الوقت عملها في حلابو شادوي وزوق بها جيدا، لان انا ما كانش عندي الوقت هنا عليها، كنت حابه نديرو بالخف بالخف. تعمل غير عشوائي من الفوق وصايي، هذه هي الوصفه. وهذه هي الوصفة، هذا هو الشكل النهائي نتاع التحلية ديالنا. إن شاء الله الصورة تكون نالت إعجابكم، وما بقى لي أخواتي إلا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله. سلام.